في اهتمام كبير جدا بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني اللي احنا مهتمين بيه، والشارع المصري مهتم جدا بالحوار الوطني. ولو هنتكلم خاصة عن ملف الصناعة، لأن الدولة مهتمة جدا بتطوير يمكن قطاع الصناعة في كل المجالات. بنتكلم نقل وتوطين الصناعات المهمة اللي بتشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري. صحيح يا باسنت، دايما بيقولوا على الصناعة يعني هي الحصان الرابح لأي اقتصاد، ودايما الكتلة السكانية بتاعتنا في مصر مفروض ان هي تساعدنا على ده. احنا 100 مليون وسط الشعوب، يعني اكتر شعب فيها 30 مليون. لو بصينا على مثيلتنا المانيا في اوروبا 80 مليون، لو بصينا على الصين العملاق في اسيا حواليها دول صغيرة، فهي اللي بنت الصناعة محتاجة ايد عاملة. الايد العاملة عندنا تكنولوجيا، عندنا الخبرات، عندنا كل حاجة. طب النهاردة احنا هنتكلم عن قطاع الصناعة، ايه اللي ناقصنا تحديدا؟ ايه الصناعات اللي نقدر بالفعل في مصر نتوسع فيها؟ ايه هي الافكار المطروحه علشان نطور الصناعات، علشان ندعم الاقتصاد، علشان نعمل موازنه في قصه العمله الصعبه؟ خلينا نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور بهاء ديمتري، مقرر لجنه الصناعه بالحوار الوطني. مشرفنا النهارده في الاستوديو. صباح الخير يا مصر، هندردش معاه في كل هذه المحاور والتفاصيل. صباح الخير يا دكتور بهاء. صباح الخير يا استاذ مصطفى. صباح الخير يا استاذ بسنت. اهلا بك يا فندم. يعني الصناعه بتدخل في الناتج المحلي مباشره، يعني نتائجها مباشره على المواطن المصري. النهارده حابين نعرف من حضرتك اللجنه هتتكلم عن ايه، ابرز العناوين اللي هتناقشها اللجنه. اشكركم طبعا على الاستضافه، وبحيي كل اسره البرنامج. طبعا عايز ادي بس خلفية سريعة المرحلة اللي احنا بنمر بيها، وهي الحوار الوطني. دي سابقة تاريخية في مصر. مصر لم يحدث بها حوار وطني على الأقل في 100 عام الأخيرة، وفي المنطقة كلها، منطقة الشرق الأوسط اللي احنا فيها، لم يحدث حوار وطني بهذا الزخم وبهذه الكثافة وبهذه الأهمية. الحوار الوطني انقسم لثلاث محاور: السياسي والاقتصادي والمجتمعي. المحور الاقتصادي بيتكون من 8 لجان، أشرف بأن أنا مسؤول عن لجنة الصناعة. طبعا الصناعة في مصر، أولا هي صناعة تاريخية، مصر قديمة في الصناعة، ما احناش بنبتدي من الصفر، وما احناش محتاجين نقول من الأول يلا بقى ازاي نعمل صناعة زي مثلا بعض الدول المحيطة زي ما مصطفى بيه أشار. لا، مصر قديمة جدا في الصناعة. لو بصينا كلنا على بيوتنا وعلى لبسنا هنلاقي حاجات كتيرة جدا جدا بنستعملها هي مصرية الصنع، وإن كان من كتر ما احنا اعتدنا على كده يعني مش واخدين بالنا. وبره كمان بنلاقي في أكبر الشركات صنع في مصر. بالظبط يعني. بالظبط. ويعني هرجع للحتة ديت لما نيجي نتكلم على التصدير، بس صنع في مصر على الأقل في الدول اللي أنا زرتها، وكنت فترة من فترات كنت مدير تصدير إحدى الشركات الصناعية. يعني زي ما بيقولوا البيلزرينج او مقبوله كثيرا عند مستهلكين اوروبا مثلا كلها، اكثر من المنتجات المصنوعه في اسيا، مقبوله جدا في كل دول افريقيا. وان شاء الله هنيجي نتكلم بالتفصيل لما تيجي سيره التصدير. الصناعه المصريه بتساهم ب 17% من الناتج المحلي. نسبه متواضعه ولا شايف ان هي ممكن تزيد؟ متواضعه جدا. المفروض ان في دول تانية في الاقليم مثلا عامله ازاي؟ يعني المفروض احنا بنطمح للضعف. اقل ممكن احنا بنطمح للضعف، ودوت ما فيهوش اماني صعبه التحقيق ولا خطط رهيبه ولا قروض بمليارات. هنراهن على ملفات ايه؟ هنعمل ايه؟ اولا زي ما قلت لحضرتك، احنا عندنا العديد من الصناعات المستقره والقويه جدا في مصر، واللي بتصدر لكل دول العالم، واللي السوق مكفيه كافه احتياجات السوق المحلي، زي مثلا الصناعات الغذائيه، زي مثلا الصناعات الدوائيه، زي مثلا الصناعات الهندسيه، من اجهزه لمعدات لالات الى اخره. الصناعات الهندسيه دي بتشمل يعني كل حاجه في حياتنا. صحيح. للصناعات النسيجيه، فاحنا عندنا قاعده صناعات مش قليله وقويه جدا. نحن نحتاج الى ان ناخذ محور الصناعه بجديه، وان هو هدف قوي. طب ايه اللي هيختلف مثلا يا دكتور؟ يعني هل مثلا هنزود مثلا بند معين؟ يعني برضو يعني السؤال اللي مطروح مثلا ونوقش مثلا في عدد كبير جدا، لماذا لا تقوم مصر بصناعه سياره؟ وعندنا كان عندنا عربيه رمسيس ايام جمال عبد الناصر، وعندنا دول في الاقليم زي المغرب وتركيا عندهم سيارات بينتجوها، والموضوع لا يتعدى
سواء شويه تنظيم، لان احنا بننتج بالفعل يعني يمكن نسبه كبيره جدا من مكونات السياره في مصر. بالتاكيد طبعا، وطبعا يعني السيارات في حد ذاتها ما هياش المقياس، ممكن تكون بتنتج حاجات ثانيه، والدول بتتخصص في الصناعات على فكره. تمام. مش يعني مش لازم نعمل سيارات نبقى احنا ده المقياس. تمام. لكن انا عايز اقول لك ان يعني في الفتره الاخيره الشركات العالميه اللي كانت بتعطي حقوق تصنيع في مصر كانت مكحفه حق السوق المصري، نظرا لانه سوق كبير في وسط المنطقه. يعني ما كانش مسموح مثلا للشركات اليابانيه اللي بتصنع في مصر انها تصدر تحت نفس العلامه. طبعا ده كان يعني مش عايز اقول خطا يعني، لكن حاجه مش مظبوط، ان هو ما دام جيت وصنعت في مصر يبقى لازم على الاقل تغطي المنطقه اللي انت موجود فيها من هنا. هو ده بيشتغل عليه النهارده الدولة، وبتشتغل عليه مصنعي السيارات، ان مصر تكون مركز للتصدير لدول المنطقة في موضوع السيارات. لكن تعالى ناخد مثال تاني وهي الصناعات، مثلا الأجهزة الكهربائية. عايز اقول لك ان اكبر شركات عالمية موجودة في مصر وبتصنع في مصر وبتصدر للمنطقة والأوروبا صنع في مصر. طبعا علشان ما اقولش اعلانات، لكن يعني امثله عندنا التكييفات، عندنا التلفزيونات كلها، التلفزيونات ال سي دي، كل الشاشات، بني سويف، بني سويف والعاشر، والعاشر صحيح، كل الشاشات تقريبا اللي في المنطقه اكثر من 75. يعني ما فيش دول في الشرق الاوسط ولا جنوب اوروبا بتجيب شاشات من كوريا او اليابان، كل بيجي من مصر. عايز اقول ان مثلا ان حجم مساهمه الصناعات الهندسيه في اجمالي تصدير المنتجات غير البتروليه في مصر بيتعدى ال 25-30%. فاحنا عندنا صناعات هندسيه وتحديدا صناعه الاجهزه الكهربائيه قويه جدا. ثاني حاجه الصناعات الغذائيه. الصناعات الغذائيه قويه جدا وبتصدر لمعظم انحاء العالم. زي ما قلت، طب احنا محتاجين ايه عشان نزود محتاجين ان احنا ناخذ الامور بجديه اكثر ولا نعتمد على قوة الدفع الذاتي اللي موجودة، وإن إحنا سوق فيه 110 مليون. يعني إحنا محتاجين وضع سياسات أو سياسات آلية تحفز بالظبط زي ما حضرتك قلتي. أشكرك على الملاحظة ديت. سياسات تحفز فعلا المصنعين على العمل والتوسع ورفع الجودة وزيادة الإنتاج. ونسهل لهم بقى احنا ايه وظيفه احنا النهارده بقى. هنعرف منين المصنعين محتاجين ايه؟ هل في النهارده وجود لاتحاد مثلا الغرف التجاريه؟ هل في وجود لمثلا مشاركه من اتحاد الصناعات المصريه؟ هل في تواجد ليهم في داخل اللجنه عشان يقدروا يقولوا احنا النهارده محتاجين 1-2-3 المصنعين، محتاجين 1-2-3 تسهيلات في صناعات متعثره، في هل ده موجود؟ في تواجد جفة ليهم؟ جف حلقنا من كتر الملاحظات اللي بترفع للحكومة في أمور كيفية تحفيز الصناعة المصرية. اتحاد الصناعات المصرية من أقوى منظمات المجتمع المدني في مصر، إن لم تكن أقواها على الإطلاق. بيقوم بدور قوي جدا، علاقتنا بالحكومة قوية جدا ومستمرة. أنا أيضا يعني عضو شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة الصناعات الهندسية، إحدى غرف اتحاد الصناعات المصرية. اتحاد الصناعات المصرية وغرفه بتقوم بدور قوي جدا 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 في حلقة الوصل ما بين المصنعين والحكومة. طيب ايه اللي ناقص؟ ناقص كتير، ما زلنا محتاجين المزيد من الجدية. انا عايز اقول الجدية في التعامل مع الملف. كمثال في الاراضي الصناعية، ما ينفعش الحكومة تخش في موضوع اتاحة الاراضي الصناعية مضارب وباسعار غاليه جدا. انا يعني مش محتاج بقى اقعد اقول بقى يا جماعه الدول اللي حوالينا بتعمل ايه والدول اللي سبقتنا عملت ايه، وبتخش تاخد الارض وتاخد مش عارف ايه، تاخد عايز تاخد ارض عشان تبني مصنع. كل الدول بتديها ببلاش، كل الدول بتديها ببلاش. احنا النهارده اسعار الاراضي الصناعيه في مصر مغاليه فيها جدا. تكلفه استخراج التراخيص والسجلات وثم تجديدها ثم مرتفعة جدا جدا جدا. تسهيل الإجراءات، يعني بنقرأ كتير ونسمع كتير عن موضوع الشباك الواحد. الحقيقة موضوع الشباك الواحد ده استهلك إلى درجة يعني أصبحت غير مقبولة، لأن الشباك الواحد يا جماعة ما هواش
مبنى أو 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 أو, أو تحاجز زجاجي محطوط فيه فتحة كده. الشباك الواحد ده لازم يكون في دماغة الناس فكرة. اللي قاعدة ورا الشباك. لكن اللي قاعد ورا الشباك هو لسه في دماغه ال100 موظف بيدي له الورقة يمديها بقى من مدام عفاف. أنا آسف الأسماء طبعا لا أقصد أسماء يعني. واطلع عند الأستاذ فلان واطلع عند الحاجة مين وبعدين اختمه من هنا وبعدين روح هات لي بقى صورة من مش عارف. إذا وضع استراتيجية واضحة يعني لزيادة الإنتاج الصناعي، إحنا عايزين استراتيجية واضحة. كمان من تحفيز الحكومة قدمت بعض المبادرات لتحفيز الصناعة. ثم اعترض عليها صندوق النقد وأعيد تعديلها. حاليا في مبادرة من الحكومة لتمويل بعض الصناعات أو تمويل الصناعة يعني عموما بفايدة أقل من فايدة البنك وبس. طب يا حكومة إحنا هنعمل إيه بالفلوس دي؟ أنت عايزة توصلي بإيه بالفلوس دي؟ يعني الخطة الحكومة أتاحت 300 مليار جنيه على 3 سنين بفايدة 11%. طب أنت عايزة تعملي إيه بالفلوس دي؟ يعني أنت عايزة مثلا تزودي الصناعات التحويلية؟ عايزة تزودي صناعة المكونات؟ عايزة تعملي عربيات؟ عايزة ترفعي معدلات التصدير؟ ولا حاجة. تاخد الفلوس. ولذلك طالبنا من خلال الاتحاد ومن خلال الغرف ومن خلال الحوار إن شاء الله ده هيكون مجال إن تكون المبادرات موجهة. يعني اللي هيرفع تصديره بنسبة كذا نتفق عليها وليكن 25% هو اللي يتاح له هذا التمويل. لكن ما ينفعش واحد ياخد تمويل عشان يعمل بيه ايه. يعني هي القصة ان في مطالبات كتير وان لازم الحكومة تدرك ان حجم التسهيلات اللي بتقدمها للمستثمرين غير كافي وغير مغري بالنسبة لدول اخرى في الاقليم، وان ما يتم تحصيله على الارض رغم ان الدولة المصرية محتاجاه لكن العائد منه كمان كم سنة هيبقى اضعاف اضعاف ما ستأخذه الدولة المصرية. حضرتك عايز تقول الكلام ده. تمام. يعني مثلا برضه عشان ايه بعض الناس بتقول لك ان احنا ما عندناش صناعه في مصر او الصناعه في مصر ضعيفه. عايزين نفتكر حاجه قريبه جدا، مش هجيب امثله تاريخيه قديمه، حاجه قريبه جدا ايام الكوفيد والحظر من اول بدايه الموضوع من اوائل 2020 واواخر 19. لما كنا قاعدين كلنا في بيوتنا مفيش حاجه في السوق او في البلد او نقصت. المواطن احتاجها نقصت. حقيقي مفيش كيس مكرونه نقص. مفيش دواء. وفي الوقت اللي دول كبيره عانت من ده بالظبط. ما شفناش الصور اللي كانت بتطلع لنا من على النت في مصر. ما شفناش دواء نقص. ما شفناش جهاز عايزينه واحنا قاعدين نقص، بل بالعكس ده المنظومه الالكترونيه نشطت اكتر في البيع والشراء. فانا عايز اقول بلاش نهضم حق الصناعه. خلينا ناخد المواضيع بجديه. لازم نستهدف من اي خطوه او قرار نعمله يكون فيه هدف مقابل. دايما الـ 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 زي ما بيقولوا البرايس اجينست فاليو. انا هدي لك تسهيلات علشان تعمل ايه. دي من اهم الحاجات اللي لابد ان احنا يعني الدوله تاخدها منهج ليها. وانا بؤكد ان في كثير ما اقدرش اعمم طبعا في اي مجال في ناس كويسه وناس وحشه، لكن الغالبيه العظمى من المصريين قلبهم على البلد ناجحين في على الاقل في مجالي في مجال الصناعه. وديت مثال تاريخي وفي امثله تانية برضو قريبه زي ما ايام ثوره يناير. مفيش حاجه نقصت برضو في البلد برغم من كل الوضع اللي كان صعب دوت ساعتها. مفيش حاجه نقصت. محدش احتاج ازازه ميه. صحيح صحيح صحيح. محدش احتاج ازازه ميه ما لقاهاش. على اي حال احنا محتاجين يعني نشوف ايه المحاور بالفعل اللي حضرتك بصفتك مقرر لجنة الصناعة هتقدمها للحكومة المصرية. بالتأكيد في مطالبات بتيسير بعض الإجراءات بإعفاء أو منح تعطيها الحكومة المصرية. بالتأكيد هناك مطالبات، لكن حتى يعني نوضح أيضا ما هي الاستراتيجية كاملة، ما هي ملامحها حتى يكون هناك صناعة مصرية قوية تقدر تنافس، تقدر تزود قصة العملة الصعبة، تقدر تحل أكتر من مشكلة.